عادة بس نسمع حدا معه سرطان يعني نهاية الدنيا، أو يعني خلص قرب من الموت. وهيدا المرض يلي بيسموه المرض الخبيث ويلي ما له علاج، وبس يفوت على جسم الإنسان ما بيطلع منه. مع وليد رح نشوف إنه الإرادة تدقى لها تأثير، وإنه الإنسان يقدر ينتصر على هيدا المرض. هلا هي القصة إنه لما كان عندي عملية بقشري أخدوا بايوبسي خزعة، تلقيت الخبر بعدها بشي جمعة، تلقيت الخبر من حكيمي اللي أخد البايوبسي وقال لي إنه في مرض خبيث، بس ما قال لي الاسم أول شيء. بالمعلومات اللي أنا عندي إنه معروف المرض الخبيث يلي الكل عالم ما بتسترجي تقوله اسمه، عرفت دغري إنه معي سرطان. ما قال لك دغري انا انت معك سرطان يعني؟ لا ما قال لي دغري انه معي سرطان، يعني ستيب باي ستيب وعرفت انا دغري. كيف بس عرفت؟ كيف كانت الرياكشن تبعك؟ ما ورجيت ضعفي لحدا، لان اول فتره انه يعني انا بحب ورجي البرسوناليتي تاعتي القويه، وما بدي ضعف حالي كرمال ضلني قوي انه اتعالج بسرعه. كان في كثير افكار براسي يعني انه كرمال المرض وشو هو المرض، وتعبت بفترتها كتير. تعبت جسديا ولا فكريا قصدك؟ أول فترة جسديا وفكريا، لأنه كان علي كتير بريشر بالبيت، من ناحية أنه بدي يكون أنا قوي كرمال حالي، وكمان شوي أنه فكريا بما أنه كل هالشي اللي كنت عم بدرى فيه أنه كان كتير تقيل علي. طب وأهلك، أهلك كيف تلقوا الخبر؟ مع يعني أهلك، محيطك، رفقاتك، أخواتك، تلاقوا الخبر؟ انت خبرتهم ولا هني عرفوا ولا؟ هلا الرعب لإلي دريو، بس تلاقوا الخبر كتير انه بشي محزن يعني بصراحة، لان انه بما معروف عن انه عنا بالعائلة ما في حدا معه هيك مرض، كان مكتسب، وهذا الشيء اللي خوفهم زيادة اكتر، لان المكتسب بضلوا اصعب من الوراثة. تلاقوا الخبر بطريقة وجربوا يضلهم انه بالدعم النفسي والمعنوي بكل الطرق، انه ضلني انه شوي ضلني انه اكون منيح. هلا من انا وصغير كنت ضلني اقول انه لو شو ما يكون يصير معي انه ضلني ماشي لقدام، وكنت حاطط خيار انه مما كان بالعالم يمكن يصير معي سرطان، يعني ما انه شيء بخوف. بهالايام صار في علاج، لا حط بريشر علي نفسي انه يمكن ما اتعالج، لا صار في علاج وصار ما بخوف. مرض مثل الحياة لمرض، بس هو الشيء المزعج فيه انه كثير صعب على الجسم، بده جسم يتحمل، يعني في ضغوطات نفسيه، ضغوطات من الوجع لكل شيء، بس انه بالنهايه بدك تعرف انه له نهايه. صح. وانت كيف بلشت يعني وقتها عرفت معك سرطان ويلا بدنا نبلش من هون؟ شو عملت غير الايموشنز يعني؟ انت وقتها بلشنا يعني كيف كفات؟ انا هون عملت شط، انه عملت خلص قطعت كل شيء ايموشنز يعني ومشاعر وهالقصص، وركزت على اكثر شيء على المنتل هيلث يلي هي الفكريه والمعنويه لجسمي اكثر كرمال ماشي حالي. لا كيف عرفت انه هالشيء مهم، انه المنتل هيلث مهمه بالسرطان؟ انه سالت قريت شو عم؟ لان من التجارب اللي مرقت فيها والنتائج اللي طلعوا، قال لي الحكيم، قال لي اكيد من ستريس، هو انه مين ما عنده ستريس بلبنان يعني خصيتهم. صح. بالاخير سنه 2020 انت يعني صار معك كانسر، يعني كانت سنه صعبه على الكل، وجا زياده عليها شيء صعوبه زياده. كانت كثير صعبه للصراحه اول فتره، يعني وصلت لحافه اللا عوده يعني للصراحه. يعني صرت انتبه على اكلي يعني قد ما فيني، لان عرفت انه كثير بيعمل وجع معده قبل ما بلش علاج. خبرني شوي، من وقتها ما عرفت انت لبلشت علاج، قلت لي دلاتك شهرين، بهالشهرين كيف حضرت حالك نفسيا وكيف حضرت حالك جسديا؟ هلا بالنسبه لجسديا، انا نزلت على بيروت شفت اخصائي التغذيه، وهي عندها معلومات كافيه عن مرضى السرطان، اعطتني مثل القائمه انه كرمال اتبع نظام اكل صحي. هلا اول فتره ما عرفت انا كرمال شو، وانا كنت عم بخسر وزن كثير بهالفتره. بعد فتره قريت اكثر، هي كانت عم تعمل كنترول للسرطان يلي بجسمي من وراء الاكل من وراء الاكل الصحي اللي هي عم نظمت لي، مثل جمدته كرمال ما ينتشر. حسب الاكل اوكي، لان الاكل هو بيتغذى منه السرطان، هو بيتغذى على كل شيء عم يتغذى منه الجسم.
بهيدي الفترة أنا اتبعت هيدا النظام الأكل واهتمت بجسمي وصحتي أكثر. ومنتلي؟ منتلي هون كنت شوي بعدني تعبان وملخبط إنه معي مرض وبدي أطلع منه، عم يعني كان في كتير ستريس براسي كرمال إنه بس كيف بدي أخلص بقى من هذا الشيء، يعني من أدوية لأكل لسبور وضعفت. ويعني أنا من إنه بالشيء اللي أنا بشتغله شوي لما لقيت حالي ضعفت كتير، وهذا أنا الشيء بلاقيه منه صحي تعبني شوي أكتر. طيب وقتها بلشت أول جلسة أنت عملتها بالعلاج، وقت قعدت بالمستشفى وبلشت بينك وبين حالك شو قلت هون أول شيء بس قعدت؟ للصراحة قلت خاي، بلشت مرحلة تعافي يعني للصراحة إنه خلص اعتبرت حالك أنت تعافيت من أول ما حطيت شيء على الطريق إنه عم بتعافى، شوي خف ستريس يعني، وقلت إنه خلص لازم بقى أريح نفسيتي وعيش اللحظة، لأن ما حدا بيعرف إنه وقته كيف حيكون. داد العلاج يعني داد لك فترة عم تعمل العلاج؟ العلاج ضل تقريبا فترة 8 شهور لا 9 شهور. كانت فترة شوي صعبة بما إنه كل جلسة بتكون متعبة كتير للجسم، يعني بتحس تقل وأوجاع، بس بالنهاية بتكون أنت مبسوط من جوا إنه عم بتقرب خطوة لقدام إنه حتخلص بقى. طيب انت والاشياء اللي صارت معك، مثلا واحد بنعرف بالعلاج بهر شعره بيصير معه بيضعف مثل ما عم بتقول هون، وقت تطلع حالك بالمرايه انت تشوف شعرك هيرر، كنت تحكي مع حالك بالمرايه تقول شيء بالمرايه؟ هو الصراحه يعني بينك وبين نفسك انت تعبت نفسيتي انه هر شعري وهر حواجبي ورموشي وكل شعر جسمي يعني للصراحه، بس طلعت هيك من كذا ناحيه ايجابيه انه ليه لحتى ازعل، انه عارف انه حيرجع يطلع بس خلص علاج. صح، هي اول نقطه. ثاني نقطه انه من ناحيه المسخره يعني قلت توفرت شفره حلاقه يعني وما عم بروح عند الحلاق يعني، بس تشوف البوزيتيف سايد من الخبريه، انه ما في شيء يعني كله بشع بالقصه. بس ضليتني انه بحاله نفسيه انه العالم هون بتعرف انه قوه العالم يلي يعني بتحبك مثل ما انت او بس لشكلك، يعني صرت اطلع اخر همي يعني ما في شعر ما في شعر خلص، انه منيح اعذرب حالي بالبيت ولا وصير قلبه عاطفيه او يعني كفايه حياتك طبيعي، حياتي طبيعيه انه خلص صار موعد الجلسه بطلع باخذ العلاج وبرجع بنزل بعيش طبيعي وبرجع، انه هيدي هي الحياه يعني، انه ما لازم نوقف بمنطقه معينه انه خلص دمرت حياتي، لا هيدي مثل صفحه جديده انه بحياتي يعني. خبرني المحيط تبعك كيف ساعدك يعني بين رفقاتك واهلك؟ هلا الدعم يلي كان بالبيت كان كثير منيح، انه من ناحيه انه عرف انه انا مريض، كان في من ناحيه طريقه التعامل طريقه الحكي شوي، وانا صرت اقول لهم انه اوقات نفسيتي بتكون تتغير لما بيصير معك تغيير المزاج بدون ما تحس تقلبات المزاج. صرت لما اطلع التقى برفقاتي وهيك اللي ما كان معهم خبر، لما قال لهم هلا يزعلوا بس يقولوا لي انه عن جد برافو انه عم تطلع وما عم تخلي هذا الشيء يوقفك، انا انه اكيد هذا الشيء طبيعي بالعكس. ساعد هالشيء يعني نفسيا، ساعد انت العلاج النفسي بال حسيت انه انا بمرحله انه انا كنت قوي ما كنت عارف بهالقصه، انا انه لقيت حالي انه عم بطلع وانا ماني عارف انه طلعت في عالم من قبل انه بيكون مع سرطان وهير شعره بيصير ما قلع عين تطلع، انا انه عم بطلع اروح واجي يعني ما خليت شيء يعني مكبلني بالبيت يعني. والانستغرام خبرني، نزلت صوره على انستغرام انت وهير شعرك وخبرت عن خبريتك، ليه نزلتها؟ شو كان الهدف منها وكيف كانت الرياكشن العالم من وراها؟ للصراحه ما كان في هدف منها، بس لان بما انه انا بشتغل على الانستغرام تاعي اختفيت فتره طويله وبلا سبب بقى، وفي عالم مسألني ليه ما عم تبين على السوشيال ميديا وهيك، بقى ما كنت رد يعني كنت لهم شوي تعبان ما اكثر، هون كنت لسه شوي ما كنت متقبل 100% فكره موضوع انه معي سرطان. لما نزلتها بس انه لخلي العالم انه اللي بعرفه وفي عالم كثير بعرفه ما معه خبر انه انا شو كان عم بيصير معي من القرايبين ولا الرفقه، نزلتها وكان في رده فعل كثير حلوه للصراحه وايجابيه، يعني من ناحيه انه كان في دعم وعالم كثير مع انه معلومات عن هالموضوع وساعدتني بتلقي معلومات زياده. صح، يعني مهم واحد يعني يحكي بالموضوع مع ناس، شاركت شيء اخبار، قعدت شيء مع ناس كان معها كانسر وصغيره بالعمر
شفت شيء، تلقيت شيء حدا هيك ولا؟ للصراحة كتير، وعالم يعني بعرفها من دومين شغلتي. ساعدتوا بعضكم؟ صار فدتوا بعضكم ولا هي ذاتها ما؟ لا فدنا بعض من كذا ناحية، يعني في صبية بعرفها من بيروت كان معها كانسر وهي كمان كانت صغيرة، صارت لي انه شو عوارض الجانبية وكيف انت بدك تتغلب عليها، انه مثل تعمل تلاعب على جسمك مثل تريكس، يعني انه تعرف كيف تلعب على المشاعر، كيف تاخذ ايمتى تاخذ دواء وهالقصص، وهذا الشيء كثير فادني يعني للصراحة، لان ما حدا معه خبرة بهالموضوع يعني عنا بالبيت او دائما. اكيد اذا ما في ولا حالة بقى هذا الشيء كثير ساعدني. كنت عارف هالقد اهمية الصحة النفسية بعلاج السرطان؟ هلا انا من قبل كان عندي المعلومات عن شوي خفيفه عنه، كنت ادرى انه الصحه النفسيه، بس ما كان عندي يعني الاكسبيرينس من جوا، يعني البيرسونال اكسبيرينس ما عندي اياها. حسيت فيها انت وقت كنت عم تقوي حالك نفسيا؟ حسيت انه هالشيء عم بيفيدك جسديا؟ هن متعلقين بعضهم عن نفسيا وجسديا بالعلاج، حسيت بهالشيء؟ يعني انت وقت كنت عم تظهر وتشوف تحس حالك اقوى، كيف تلعبت يعني انت كيف خلات جسمك فيزيكلي يتلاعب على الاوجاع من وراء المنتل ستيت تبعك؟ هلا هي كان في شويه خوف من ناحيه، هذا الشيء قواني لحتى اقوي جسمي اكثر جسديا، بما انه العلاج بضعف العروق كثير بقى بصير بيختفوا، بصير بيضطروا يشقوا من هون. بقى انا لما دريت انه هيدي الخبريه ويمكن اذا حدا التهب بيلتهب جسمه كله، بقى فزعت شوي، بقى صرت بعد كل جلسة قوي حالي انه اعمل سبور قد ما فيني كرمال قوي عروقي، لان اذا قويت عروقي ما بيختفوا. صح، هذا الشيء فادني بهالموضوع، ويعني كل ما اطلع المستشفى كان في يعني لحتى الاكيب بالمستشفى كان كتير منيح، يعني كان بوزيتيف وما بيورجوك انه انت مريض، خلص انت انسان طبيعي عم تتعالج وخلصت القصة. مرض مثله مثل حي الله مرض وقول له علاجه. وصلت شي مرحلة الاستسلام؟ قلت أنا خلص شو بدي بهالشغلة؟ قبل العلاج. قبل العلاج كنت فترة تعب كتير وجع، بس لما بلشت علاج قلت خلص عم يخف الأوجاع، وهذا الشيء كسر لي حاجز الخوف إنه إنه الموت. صح، بس إنه أحسن بكتير. وليد خبرني عن آخر جلسة عملتها علاج، وين كانت وكيف كان شعورك؟ خبرني شوي عن هالإكسبرينس. هلا قبل اخر جلسه كانت عندي اياها، عملت قبل بجلستين عملت صوره انه بين ما معي شيء بقى، وانا هيدي كانت للصراحه فرحه كثير قويه، يعني انه خلصت. بس قال لي الدكتور دافيد، قال لي انه لازم نكفي العلاج الاخير كرمال نضمن انه ما يرجع. لما خلصت اخر جلسه كان مثل انه كيف اذا عم تفك القيود انه خلصت ما حترجع تنشاك، هيدي انه شيء متعب. تتوقع حاطط ريسك انه معقول يوم ما يرجع يصير معك كانسر؟ هلا صار براسي انه لو رجع اهين من أكيد. اول مره، لان اول تجربه بتكون كثير صعبه، لان ما بيكون عندك المعلومات الكافيه عنه او الثقه او حي الله شيء، بس انه لما ترجع تتلقاها مره ثانيه لا سمح الله يعني ترجع تصير، بتحس انه خلص مثل حي الله مرض وفتره معينه وبتقطع. طب شو بتقول للناس اللي بتسميه هيداك المرض او المرض الخبيث وما بيسموه اسمه ما في شيء بخوف بقى بالحياة، اسمه سرطان، ما حدا يوهم انه هذا مرض وما بنحكي فيه ولا لما يصير معنا، لا خلص اسمه سرطان وله علاج ومثله مثل حي الله مرض، ونخلص منه ومنبلش بيه حياه جديده. مثل ما شفنا اليوم قصة وليد وخبرنا عن أهمية الصحة النفسية بعلاج السرطان، خلينا نربى بمجتمع ما يكون السرطان اسمه المرض الخبيث أو هيداك المرض، خلي يكون مرض مثله مثل غيره، تنكون أهين على حي الله حدا بمحيطنا بيصير معه سرطان، لأنه هو سرطان ما بيجي بس على الشخص، بيجي على الشخص وعلى اللي حواليه. فبالنسبة لموضوع تابو أو نات تابو، السرطان ما نو تابو. مرحبا، معكم دكتور ديفيد وهبي، أنا أخصائي بأمراض الدم وأمراض السرطان. اليوم رح نحكي بشكل موجز عن الصحة النفسية ودورها بعلاجات الكيميائية عن مرضى السرطان. من المعروف جداً أن الصحة النفسية بتلعب دور كتير مهم عند المرضى الكانسر يلي عم بتلقوا علاجاتهم، بحيث أنه في كتير دراسات أثبتت تأثير هذه الصحة على وضعهم العام وعلى نتيجة علاجاتهم.
التأثير بنقسم لقسمين، عندنا تأثير مباشر على نوعية الحياة اللي بنسميه quality of life، وعلى طريقة استجابة جسمه للعلاجات، وخاصة اللي بنسميهم السايد افكتس أو العوارض الجانبية للعلاج. ونعطي مثال، في دراسة أثبتت عند مرضى النساء، المرضى سرطان الثدي يلي كان عندهم عوارض أقل بكثير، وخاصة من الأعيان والاستفراغ، يلي كانوا عم يتمتعوا بصحة نفسية جيدة مقارنة بالمرضى يلي كان وضعهم الصحي عفوا النفسي أصعب من غيرهم. والطريقة الثانية هي الطريقة الغير مباشرة بالتأثير، بحيث أنه الدراسات أثبتت أنه المرضى يلي بيعانوا بصحة نفسية جيدة خلال علاجاتهم كانت استجاباتهم كمان للعلاج أحسن من غيرهم من المرضى. مشان هيك كتير ضروري نحافظ على الصحة النفسية لمرضى السرطان، وعلى الصحة النفسية للعائلة كمان، لأنه نحن نعرف أنه مريض السرطان مش بس هو اللي بيتأثر، والعائلة اللي حواليه كمان بتتأثر بشكل كبير. في عنا كتير تيبس أو هيك ملاحظات فينا نعطيها لحتى نحافظ على صحة نفسية جيدة، منها طبعا والأهم هو أنه نحافظ على نظام غذائي جيد ليساعدنا على صحة نفسية جيدة، وكمان على طريقة عيش صحية، ومن أهمها النوم المنتظم والنوم الكافي، لأنه كمان قلة النوم بتؤدي لأنه الصحة النفسية تدهور عند المريض. كذلك ممارسة الرياضة والحركة الجسدية كتير مهمة بالنسبة لهول المرضى، لأنه منلاحظ أنه المرضى يلي بيكونوا بيتمتعوا بصحة جسدية بسبب الرياضة والحركة اللي عندهم بتكون صحتهم النفسية أحسن. كمان في عنا أنواع من الغذاء بتساعد، من الغذاء والأطعمة بتساعد أنه الإنسان يحافظ على صحة نفسية جيدة، وخاصة مثل الفواكه والخضرة والنظام الغذائي الجيد. كيف بحب أختم حديثي بنقطة كتير مهمة، هي التابو تبع الكانسر. بدنا نطلع من هيدا التابو، وما بقى بدنا نسميه للكانسر بهيداك المرض، بدنا نسميه باسمه وبدنا نواجهه، لأنه بالمواجهة فينا ننتصر عليه. الطب الحديث كتير تطور والعلاجات تطورت وصار في حل لكل أنواع الأمراض. خليكن قوية وواجهوا المرض، نحن أقوى منه.